نحن مامورون شرعا بإسقاط رموز الباطل والضلالة والنفاق الذين حرفوا مسيرة هذه الأمة وحرفوا هذا الدين العظيم. احنا مامورون بذلك، وهذا المسار أول من اختطه هو أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، أول من اختطه أئمتنا، ومن ثم أصحابهم الأبرار والعلماء الأخيار، ونحن حلقة في ضمن هذه السلسلة. هذه ثورة رافضية قديمة تعود إلى ما قبل 1400 سنة. منذ يوم السقيفة ثار الرافضة، رفضوا السقيفة وثاروا، وكانوا يوجهون دائما سهامهم ضد رموز الانقلاب على رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. فأن تقول أن هذه ليست أخلاق أهل البيت، أنت المطالب بالدليل. ما هو دليلك على أنه ليست أخلاق أهل البيت؟ نحن أقمنا عشرات الأدلة على أن هذا من أخلاق أهل البيت عليهم السلام. من بين تلك الأدلة ما جاء كذلك في سلسلة محاضراتنا اليومية التي كانت تبث على هذه القناة المباركة في الليالي الحسينية في العشرة الأولى من عاشوراء الماضي، من شهر محرم الماضي. ذكرنا لكم أحاديث عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، كيف كان ينال من أمثال أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه بأحد لسان. فأن تقول أنه هذه ليست من أخلاق أهل البيت عليهم السلام فأنت واهم. أنت عليك أن تتوعى، تقرأ، تسمع، تتعلم، لا تكتفي بهذا المستوى الذي لديك، بهذا القدر من المعرفة الضئيلة. إحنا مشكلتنا هي مشكلة نقصان المعرفة عند الناس، مشكلتنا مشكلة الجهل. نحن نحارب الجهل ترى، لا أكثر، سواء الجهل عند البكريين أو الجهل عند الشيعة أو من يحسب نفسه شيعيا. نحن نقول أيها الناس اقرأوا. إحنا نقدم النتائج والخلاصات التي نستخلصها، نقدمها بين أيديكم وأنتم انظروا فيها. شيء الذي تستفيد منه خذه، شيء الذي لا تستفيد منه اتركه، خلص هذا يكفي، هذا المقدار كافي. أما أن تقول أن هذا الأمر يسبب عداوات، فيا أخي ما من نبي ظهر إلا وسبب عداوات، ما من إمام ظهر إلا وسبب عداوات. هات لي نبيا واحدا لم تسبب دعوته العداوات. هات لي نبيا واحدا، ليس هنالك نبي واحد انطلق برسالته ودعوته ولم يسبب ذلك عداوات في المجتمع الذي انطلق فيه. طبيعي، لأن المجتمع يكون قائم على مفاهيم معينة لا يريد تغييرها، والنبي يأتي لكي يحاول أن يغير هذه المفاهيم. يعبدون الأصنام، متوارث ذلك من سنين قديمة، فهو يريد أن يغير هذا فيصطدمون معه فتتسبب عداوات وتحدث حروب وتحدث مشاكل. يأتي عيسى المسيح عليه السلام مثلا، يظهر في بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم كانوا معتادين على دين محرف مثل بكرية الآن، هو دين موسى عليه السلام بس حرفوا وغيروا به، بدلوا فيه، مو هالشكل. فظهر عيسى المسيح عليه السلام وحاول إرجاعهم من جديد إلى التوحيد، إلى الدين الحقيقي، فعادوه وصارت مشاكل واضطهدوه واضطهدوا أتباعه. كذلك نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، كذلك أمير المؤمنين عليه السلام، لماذا قاموا ثلاثة حروب ضد أمير المؤمنين عليه السلام؟ لأنه قاد مسيرة إصلاحية حتى يصحح بها الأوضاع الخاطئة والمفاهيم الخاطئة التي جاءت بها حكومات أبي بكر وعمر وعثمان، فاصطدموا معه وصارت مجازر وصارت حروب وصار قتلى وصار دماء وصارت مشاكل وعداوات كثيرة، إلى حد أن الأخ كان يحارب أخاه. المهاجر ابن خالد ابن الوليد حارب أخاه عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. المهاجر كان مع أمير المؤمنين عليه السلام، عبد الرحمن كان مع معاوية في صفين، الأخ قاتل أخاه. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يوفر
على الناس كل هذه الدماء بأنه شنو؟ يترك دعوته، خلص يقعد عن الوظيفة. هو كان يعلم بأنه لما يتصدى سيحاربونه وستحدث انشقاقات وعداوات وفتنة وفرقة ومشاكل عديدة وحروب ومجازر ودماء ستسفك، لكن كان لابد من ذلك، لأنه بين نارين أنت، أو بين أمرين، بين أن تضحي بالدين الدين يضيع خلص، وبين أن تضحي بالدماء. أيهما أولى؟ من الذي يفدي الآخر؟ الدين يفدينا أم نحن نفدي الدين؟ نحن نفدي الدين. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني، كما يعني في قول الشاعر على يعني الذي يترجم فلسفة نهضة الحسين صلوات الله عليه. فلتتشكل العداوات، هذه ليست، شوف هذه ليست مسؤوليتي أمام الله تبارك وتعالى. الله أمرني بأن بلغ، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. وكم من شخص يستهزئ بنا في هذه الأيام مع الأسف الشديد، لأنه مع الأسف لا يعرف ما الذي يحمله هذا القلب. أنا فقط أقول هذه الكلمة لكل من يجرحنا اليوم، نحن لا نرد عادة، لكل من يجرحنا، لكل من يسفهنا، لكل من يكذب علينا ويفتري، لكل من يحاربنا بخسة ودناءة، ولكل من يستخف ويستهزئ بنا، أقول يوم القيامة، يوم القيامة ستعرفون أي إنسان ظلمتموه. يوم القيامة هذا ستشاهدونه بأعينكم، لأنكم لا تعرفون ما الذي يحمله هذا القلب. إنما ندعوكم لما يحييكم، مسؤوليتي هي هذه، أن أدعو إلى الولاية وإلى البراء، إلى تصحيح الاعوجاج الذي حدث بعد سقيفة بني ساعدة، والذي تراكمت آثاره عبر الزمن إلى أن كونت دينا هجينا، دينا مغلوطا منحرفا. نحن في حرب مع هذا الانحراف، مع هذا الاتجاه الخاطئ. هذه حربنا حرب كلامية، حربنا حرب علمية، حرب جدلية، من باب وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه حربنا. إذا كان الطرف المناوئ يريد أن يحول هذه الحرب إلى حرب فعلية على الشارع تسفك فيها الدماء، فالمشكلة فيه، المشكلة ليست فيه. رسول الله صلى الله عليه وآله لما انطلق بدعوته هو حارب الانحراف، المشكلة كانت في الطرف الثاني، ما عنده قدرة على أن يواجه النبي صلى الله عليه وآله بالكلمة، بالبرهان، بالعلم، بالدليل. كان عندهم استعداد أن يناظروا النبي مثلا صلى الله عليه وآله، يقولوا لا احنا نثبت لك أنه الآلهة وهذا ديننا دين قريش هو الدين الحق. كان عندهم استعداد؟ ما كان عندهم استعداد. لذلك الضعيف دائما يحارب بأي سلاح؟ بسلاح الكذب. كذبوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا شاعر، مجنون، ساحر إلى آخره. بسلاح البهتان، بسلاح التسفيه، قالوا يا هذا واحد، هذا ابن أبي كبشة، هذا يتيم أبي طالب، هذا شنو تسمعون له أنتم. حاولوا بهذا أيضا ما نجحوا، شافوا أخيرا لأنهم ضعفاء ويعلمون أن لا حجة لديهم، حاربوه بالسيف. النبي صلى الله عليه وآله مأمور بأن يصدع بما يؤمر. أنت عليك أن تنطلق، الآن الطرف الآخر المعادي يريد أن يشهر السيف في وجهك، فتضطر أنت إلى أن تضحي بالدماء، تضطر بأن تتكون تلك العداوات. الذنب على ذاك لا عليك أنت، أنت أنطلق، ما لك علاقة. كذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كذلك إمامنا وسيدنا ونور عيوننا صاحب الأمر صلوات الله عليه، لما يظهر نفس الشيء سيقع. الإمام صاحب الزمان عليه السلام لا يطلب حربان، الإمام جاء حتى يحارب الانحراف. لو افترضنا الإمام المهدي عليه السلام يظهر،
إن شاء الله قريبا. وكانت الحكومات البكرية والأحزاب البكرية والطوائف الأخرى تسلم له الأمر، قطرة دم واحدة ما تسفك، قطرة دم واحدة. لو كانوا يسمعون منه الكلام، لو كانوا يقبلون دعوته، قطرة دم ما تسفك. لكن المشكلة وين؟ أن الإمام بس يعلن عن نفسه أنه أنا المأمور من السماء من الله تبارك وتعالى من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بأن أقودكم وأصحح مسيرتكم أيتها الأمة، شياطين الأرض ستتحزب وتتجمع وتحتشد بحكوماتها وأنظمتها وأحزابها حتى تحارب الإمام، تشر عليه السيف. فالإمام هنا يضطر لإشهار السيف. يعني أنت تتصور الإمام الحجة عليه السلام لما يظهر مثلا آل سعود راح يقعدون هالشكل يخلون رجع على رجل؟ فطبعا لا، آل سعود سيشيرون سيوفهم في وجه الإمام، سيوظفون كل طاقاتهم كل أموالهم كل قواتهم العسكرية لمحاربة الإمام عليه الصلاة والسلام، وكذلك سائر الأنظمة البكرية، بل حتى بعض الأنظمة التي تدعي التشيع، وهذا كلام لا أقوله أنا وإنما رواياتنا تقول، هؤلاء الذين يدعون التشيع وهم بتريون في الواقع. 16,000 سيف في العراق فقط سيشهر في وجه الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، وسيقولون له لا ارجع لا نريدك، إنما نتقي، نريد أن نحافظ على التقية، هكذا قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. يشهرون السيف في وجه الإمام بنفس هذه الحجة التي قال هذا الأخ مع الأسف، أسأل الله أن يهديه. سيقولون له أنت ستحدث عداوات، إحنا لا نريد عداوات، لا نريد فتنة، لا نريد مشاكل، لا نريد أناس تموت، يعني لا نريد حروب، ما نريد حروب أهلية إحنا، فارجع لا نفعل إنما نتقي، هكذا يقول الإمام الصادق عليه السلام. يقول هكذا سيخاطبونه من يدعون التشيع في العراق، البتريون في العراق، مو كل الشيعة، الشيعة الشرفاء سينصرون الإمام عليه الصلاة والسلام، الشيعة الرافضية الحقيقية، الشيعة الرافضة الحقيقيين، هؤلاء ينصرون الإمام عليه الصلاة والسلام. لكن جماعة هكذا نعوذ بالله سيقولون للإمام لا احنا نعرف بالصالح أكثر منك فما نتركك. لا، الإمام الصادق عليه السلام يقول ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، من هل قد صرتوا جبناء وخوافين اللي حتى التقية تصير بالنسبة لكم أحب من آبائكم وأمهاتكم. الإمام عليه السلام ما يضطر حين ذلك إلى أنه من يحاربه فإنه يعامله بالمثل. إحنا نفس القضية أيها الإخوة، إحنا بس قضيتنا نريد أن نكشف للناس، نبين للناس، أنا ما أريد أنه الناس تموت، المسلمين يموتون ما يعرفون من الذي قتل نبيهم صلى الله عليه وآله، أنا مكلف شرعا بأن أكشف هذه الحقيقة، لازم أبين للناس ما دام أعرف هذا الحق، وكشفته في الليالي المحمدية الأخيرة تتذكرون على مدى محاضرات، يمكن 7 محاضرات، إيش قد كانت؟ 6 محاضرات. نعم. أنه رسول الله صلى الله عليه وآله قتل قتلا، سمته عائشة الخائنة، سمته حفصة الخائنة بأمر من أبويهما الخائنين أبي بكر وعمر، تمالأوا جميعا وتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وآله. أقمت أدلة كثيرة على ذلك من مصادرنا، من مصادر أهل الخلاف، أثبت ذلك. أنا مكلف أن أكشف هذه الحقيقة للناس، لا أريد للمسلمين أن يستغفلوا بعد الآن فلا يعرفون من الذي قتل نبيهم صلى الله عليه وآله، من الذي تسبب بهذه الجريمة الآثمة وهي أعظم الجرائم. أنا هذا الذي أريده، لا حق لأحد أن يمنعني بدعوى أنه تقع عداوات، فلتقع عداوات، أنا شنو مسؤوليتي؟ الذي لا يريد سماع الحق، يعني أنا أتخلى عن الدفاع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا أكشف من الذي قتله من أجل أنه جماعة اغتروا أو خدعوا بمن قتله،
هؤلاء يدافعون عنهم في يعني يقومون بعداوات ويحدثون مشاكل ويحاربون ويقتلون ويسفكون الدماء. الذنب والتثريب على أولئك وليس علينا. وإلا إذا نريد أن نجعل لنفسنا هذه القاعدة أنه كل شيء يسبب عداوات لازم إحنا نتخلى عنه، فخلص إذا خلي نتخلى عن كل شيء، كل شيء، وعلى رأسه، وهذه النقطة الحرجة والحساسة، الحكم في العراق. وهو الآن كل هذه المجازر التي تقع في العراق من السقوط إلى الآن، كل هذه المجازر وكل هذه المفخخات والتفجيرات والاغتيالات تقع من المعادين لنا على أي أساس؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ شيء واحد، أن الشيعة صعد نجمهم في العراق وبدأوا يحكمون ولو على الظاهر، ما يتحمل طرف الناصب المعادي، ما يتحمل، ما راح يقعد راحة أنه الشيعة بعد ما كنا أيام قادسية صدام القائد الضرورة يطلع بالتلفزيون العراقي ليل نهار. زين الآن نفتح التلفزيون العراقي نشوف أشهد أن عليا ولي الله، أخ 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 شلون هذا تحول جذري صار 180 درجة. أنا ما أمدح التلفزيون العراقي بس أنطيكم بس أنه الطرف المعادي شلون ما يتحمل هذه المسألة. يفتح التلفزيون العراقي، تلفزيون العراقي شلون كان أيام صدام، والآن التلفزيون العراقي في هالأيام يشوف أشهد أن عليا ولي الله، يشوف ليلة العاشر هذا التلفزيون يتشح بالسواد، ويوم العاشر شو اسمه بث مباشر من الحضرة الحسينية المقدسة، ومقتل وعالم ومواكب ولطم وكذا وإلى آخره، ما يتحمل هذا الشيء، ما يتحمل. فإذا كنتم تريدون أن لا تقع عداوات ولا مجازر ولا أحد يدفع الثمن، تخلوا عن الحكم بالعراق، خلص قولوا إحنا نرجع مثل ما كان أيام صدام، الحكم نسلمهم لكم أيها البكريون، صدق هم ولا تفجير واحد يقع، تفجير واحد ولا جريمة واحدة هم ستقع، لأنه بس تسلم الحكم لهم خلص يشوف ماكو داعي بعد، انتهى الموضوع. نعم يقتل من يتمرد منك فقط، إذا تمردت وسويت انتفاضة جديدة في العراق فيقتلونك، لأنه يعني يريدون أن يتشبثوا بالحكم. أما لا، من يتحالف معهم حتى من الشيعة على أن يكون عبدا ذليلا لهم فيقبلون به. صدامهم كان أصلا أكثرية حزب البعث كانوا شيعة، ما كانوا أكثريتهم شيعة؟ أكثريتهم شيعة، بس القيادات وما حتى القيادات، حتى القيادات، هذا الصحاف ما كان شيعي؟ الصحاف مسيلمة الصحاف الدجال، هذا كان شيعي، وغيره وغيره كلهم كانوا شيعة، كثيرين كانوا اسمن شيعة، يعني اسمن شيعة، هذا كلهم كانوا، هذا عضو فرقة وكذا وشيعي، وهم يبكي على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يعني وقت اللي يصير عزا هم يبكي، مو أنه ما يبكي، ولكن هذا مو تشيع حقيقي، لأنه مخلي نفسه عبد ذليل لدى أهل الخلاف. بس الحاصل ما كان ذاك الوقت تقع تفجيرات، كان أمان، مو الشكل، كان أمان في العراق، مثل ما الآن أمان في عمان مثلا، أمان أكو في عمان، الشيعة هم عايشين، كل واحد هم يأكل يشرب ينام، نفس الشيء يعني، بس ماكو عزة. بس يفكر الشيعة في داخل عمان مثلا بالحكم يصير بهم مثل ما دا يصير الآن في البحرين، مع أنه الشيعة أكثرية في البحرين. فأنا أقول يا أيها الشيعة المساكين المغفلين الذين ضحكت عليكم الأحزاب والقيادات الجبانة والتي زجتكم في حروب سياسية خاسرة، إذا كانت لديكم الاستعدادات، يعني كنتم مستعدين لأن تضحوا بأرواحكم ودمائكم من أجل شأن سياسي وهو الحكم، ولا تعترضون بالقول إنه هذا يسبب عداوات وهذا خلاف التقية وهذا لا يجوز، وليش إحنا نسوي مشاكل، وإحنا ليش نقوم بأعمال التي يدفع ثمنها الآخرون، يقتلون حتى الأطفال والنساء، تدرون القوم متوحشون، نعم تفجيرات أي.
فلا تقولون هذه الكلمة وتقولون لا احنا مستعدين لأنه عزتنا تأبى، هيهات منا الذلة. شلون؟ هيهات يقولها بكل ملء الفم هالشكل، يعني صاير بطل بس في الشأن السياسي، هيهات منا الذلة، خلي الناس تموت، خلي الأرواح تروح، خلي الدماء تسفك، بس أثبت حقي، لازم أحكم العراق، لازم أحكم البحرين. مو هالشكل؟ ولا أحد يعترض، ولا أحد يقول أنتوا ليش تخالفون التقية، لماذا ما تكفون عن هذا وتقعدون مع القاعدين حتى لا يدفع الآخرون ثمنكم، أنتوا قاعدين بلندن تحرضون. هم قاعدين بلندن قيادات المعارضة البحرينية، كثيرين منهم إلى الآن ويحرضون ويقولون للشعب البحراني قم وثر. واحدا ما يوجه لهم هذا الكلام أنه أنتوا قاعدين بالبراد ومرتاحين هناك بلندن، ها أنتوا عوائلكم وإحنا ندفع الثمن في البحرين. تسمعون مثل هذا الصوت في الاعتراض عليهم؟ لا، ما تسمعون هذا الصوت في الاعتراض إلا علينا. ليش؟ لأنه مشروعنا مو سياسي، عندنا ثورة عقائدية، فما يستوعبها الإنسان الشيعي، ما يستوعب أبدا. يستوعب ثورة سياسية، ثورة لإزاحة ظالم الآن موجود وإحنا نستلم الحكم، يستوعب لأنه متربي سياسيا. أما ثورة عقائدية لإسقاط الظلم الأوائل الذين ظلموا رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام وتلاعبوا بدينهم وسببوا أن إمام هذا الزمان يضطر لأن يختفي، ينتظر إلى أن هذه الأمة العاقة أنها تنهض حتى تبايعه وتقول له أقبل حتى يجي يستلم الأمور. هذه الثورة العقائدية المطلوبة لما تنهض بها جماعة وثلة مؤمنة طيبة من الشيعة، الإنسان الفرد الشيعي ما يستوعب، يقول هو هذول راح يسببون لنا مشاكل وعداوات، راح يسببون لنا مجازر، هم قاعدين بلندن بالراحة. وكأنه أنا ما دفعت الثمن وسجنت في الكويت. هؤلاء مع الأسف كم يظلموني مع الأسف الشديد. هم هذا الكلام يقال عني في هذه الأيام؟ أنا يقال عني هذا الكلام؟ أنه إيه هذا قاعد بلندن مرتاح وإحنا ندفع الثمن هناك؟ أما تستحون؟ ما تستحون أمام الله تبارك وتعالى؟ يعني ما تعرفون أنا تاريخي شنو؟ أنه أنا بدأت هذا الخط بالكويت وسط النار وسجنت على ذلك ودفعت أثمان باهظة وأنا في بلدي، وثم الله بمنه وكرمه وبكرامة من المولى العباس قمر بني هاشم صلوات الله عليه أخرج من السجن. فلما لم يعد لي مجال لأن أظل في بلدي ولم تتحملني أي دولة من دول الشرق، ما تحملت وجودي وكنت ملاحق دائما وأضطر للتخفي دائما، ما وجدت لي طريق إلا أن أهاجر في سبيل الله تبارك وتعالى إلى بلد الذي يوفر هامش من الحرية حتى أستمر في عملي. مجبر مضطر الآن يطلع علي كلام أنه هذا قاعد بالراحة في لندن؟ أين تذهبون من ربكم؟ اطلعون هذا الكلام علينا، ما تعرفون التضحيات التي إلى الآن نحن حتى في لندن، منو قال إحنا عايشين مرتاحين؟ منو قال أنا وضعي الشخصي أنا مرتاح في هذا البلد؟ أنا إلى الآن بلا حتى جنسية ولا جواز ولا حتى ضمان قانوني، عن ماذا تتحدثون؟ طبيعي، شوف سبحان الله، الإنسان الشيعي ما يستوعب، صعب عليه يستوعب، يحتاج إلى وقت وفترة حتى يستوعب أنه معركتنا الحقيقية شنو؟ ما يستوعب، يتصور معركتنا الحقيقية مع صدام، آل خليفة، آل سعود، هذا كلش يستوعب، ليش؟ لأنه شيء ظاهر أمام عينه. أما ما يستوعب أنه معركتنا الحقيقية مع عائشة وأبي بكر وعمر
وأمثال هؤلاء الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت عليهم السلام. هذه هي وظيفتنا الأساسية. إلا إما قالوا ربنا على أنه نحن نسعى لإزاحة ذلك الظلم، لإزاحة هذا الدين المنحرف حتى يعود الإسلام صافيا من جديد، هذه هي الثورة المطلوبة التي دعانا إليها أئمتنا عليهم السلام، ومدحوا كل من سار فيها عبر التاريخ. وعدت نماذج كثيرة في محاضراتي، وخصوصا في تحرير الإنسان الشيعي. ما هي مشكلتي إذا الناس ما تسمع، ما تتابع، ما عند استعداد هذا الأخ أو غيره أنه يجي يسمع سلسلة المحاضرات كاملة؟ اسمع يا أخي، اسمع وتثقف وتوعى، تعلم، اقرأ، ابحث. سلسلة محاضرات ما أدري كم حلقة، 22-23 حلقة يمكن، تحرير الإنسان الشيعي، اسمعها كاملة. لا تقول إيه طول ساعة يحكي كلام، وخلي بس اسمع، شوف بعدين شلون المفاهيم تتغير عندك شيئا فشيئا، تعرف أنه هذا كان من أخلاق أهل البيت، هذا اللي أنت تعترض عليه من أخلاق أهل البيت، هذا أصلا صلب منهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا ما دعانا إليه أهل البيت، إن سالت الدماء فلتسل. أهل البيت هكذا قالوا، ضحوا بنفوسكم من أجل الحق، وليس العكس، مو ضحوا بالحق، أميتوا الحق من أجل أن تبقى نفوسكم. منو قال هذا الكلام؟ حتى تفهم أنه من شرائط الظهور المقدس، من أسباب الظهور، سقوط احترام الشخصيات الإجرامية المنافقة التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه إذا أسقطناها، إذا نجحنا في ثورتنا هذه أن نسقطها عن الاحترام، الناس تبرأت منها فتعود إلى أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإمام يظهر. هذه هي معركتنا الحقيقية، الناس ما تستوعب لأنها ما تقرأ، ما تتأمل. حتى لما يروح يزور الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام، مفاتيح الجنان فتحوا. أنت تزور الإمام عليه السلام، ماذا تقرأ؟ لازم تقرأ السطور وما بين السطور حتى تفهم ما هي المعركة الحقيقية. تخاطبه هكذا، تقول: أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا، وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. اللهم صل عليه وعلى خدامه، خدام المهدي صلوات الله عليه، جعلنا الله حقا من خدام المهدي صلوات الله عليه. شوف شنو معنى أن الإمام تخاطبه هكذا، تقول: حي لا تموت، أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. يعني هاي معركة الإمام، هاي دور الإمام، هاي وظيفة الإمام عليه السلام، إبطال الجبت والطاغوت. شنو يعني الجبت والطاغوت؟ اسأل أي عالم، طبعا عالم اللي مو خواف مو جبان، أو ارجع إلى كتبنا، روح إلى كتاب العلامة المجلسي، شوف لما يفسر الجبت والطاغوت يعني من، يقول لك الجبت والطاغوت رمزان لأبي بكر وعمر في كلام أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. دور الإمام الحجة إبطال الجبت والطاغوت، يعني إبطال أبي بكر وعمر، إبطال هذا الرمز الذي يختزن منهجا. شوفوا تارة واحد يطلع منحرف في التاريخ بس ما يختزن منهج، فإذا بقى لا يبقى منهج، تارة لا، واحد يختزن منهج يصير رمز لمنهج، فلا يمكن أن تسقط هذا المنهج إلا بإسقاط رمزه، لازم تسقط رمزه حتى يسقط شنو؟ هذا المنهج. الدين المنحرف الذي جاء من سقيفة بني ساعدة له رموز، أبو بكر، عمر، عائشة، هذه الرموز لا يمكن أن يسقط منهجها إلا بإسقاطها، قضية واضحة ما تحتاج إلى نقاش أصلا، لأنه أنت تريد تقول له: تعال يا أخي صلي هكذا، كمثال صلي مسدل اليدين، مسبل اليدين، زين، لا تصلي مكفرا، لا تصلي متكتفا. يقول لك: لا، سيدنا عمر هالشكل كان يسوي،
مهما تحاول تقنعه ما رح يقتنع إلا تسقط سيده عمر، تقول له ترى سيدك عمر هذا كان منافق، ما يصير واحد يتبعه، ما يصير. عرفتوا القضية وين؟ تريد أن تقول له يا أخي لا تعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان والعياذ بالله رجل شهواني جنسي نسواني إلى آخره، ما يصير تعتقد هذا حرام، ما يجوز. يقول لا، حديث السيدة عائشة في صحيح البخاري هي تثبت أنه كان هالشكل، فأنا لازم أسلم لأنه عائشة، سيدتنا عائشة ما تكذب. فتضطر لتنزيه عقيدته حتى هذا المنهج الباطل يروح، تصفي عقيدته، لازم تسقط عائشة، تثبت أنه ترى عائشة كانت كاذبة منافقة خائنة أدانها الله من فوق سبع سماوات في كتابه، لازم تبين له. كذلك لما احنا نسقط الشيوعية لازم نسقط كارل ماركس كمثال. وهكذا أي منهج باطل، أي منهج باطل تروح على رمزه حتى تسقطه، أي منهج باطل. هذه معركة فكرية واضحة، فلذلك نحن نشتد على هذه الرموز، لذلك نحن نريد إسقاطها، لأنه إذا اكتشف الإنسان المسلم أن هذه الرموز ليست أهلاً للاحترام ولا للاتباع فإنه يبرأ منها ومن منهجها، فيتصحح منهجه فيأتي إلى منهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كل المتشيعين هكذا، أكو واحد متشيع تشيع إلا أن يكون السبب الأساسي والمحوري في تشيعه سقوط هؤلاء الرموز؟ أنا سألك أنت متشيع، شنو السبب المحوري عندك كان؟ مو أنه سقط هؤلاء عن الاحترام؟ يعني مو مجرد أنه هذا يعجب بمنهج أهل البيت وفضائل أهل البيت، أصلاً للعلم ترى فضائل أهل البيت مو محل خلاف، ترى للعلم بيننا وبين المخالفين، بل بعض الجزئيات محل خلاف، وإلا أصل الموضوع يعني أصل مقامات أهل البيت ويعني مقامهم في الإسلام مو محل خلاف بيننا وبين المخالفين، مو محل خلاف، بل حتى أكو بعض المخالفين ترى يعتقدون في أهل البيت أكثر من اعتقاد بعض الشيعة للعلم، مثل الصوفية وغيرهم عندهم اعتقاد كلش عظيم في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شيء كلش كلش خيالي أصلا بالفعل. يعني مو محل خلاف هذا الأساس، هذا مو هذا صلب الخلاف. صلب الخلاف شيء واحد، الصحابة على تعبيرهم، هذا الخلاف، هذا مربط الفرس، هذا هو الأساس. إحنا نقول مو كل من تسمونهم صحابة محترمين أتقياء شرفاء يستحقون الاحترام والاتباع، لا، لازم نميز. أكو جماعة كانوا منافقين حتى وإن كانوا من اللصيقين برسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لو كنا من زوجاته، أكو جماعة هكذا، أكو جماعة آخرون أيضا صلحاء كانوا على رأسنا، لازم نميز بينهم. فحتى نميز بينهم لازم ذاك الفئة، تلك الفئة ممن يسمونهم صحابة وهذه الفئة فئة ضالة منافقة، لازم نكشف أوراقنا ضدها، لازم نتحدث بطلاقة بصراحة، لازم نبين للناس حتى إذا سقطوا الناس بعد تعرف الحقيقة. خلص، مسألة واضحة. فالمشكلة هي هذه، أنه كل إنسان شيعي يستوعب الثورة السياسية بس الثورة العقائدية ما يستوعبها. يعني تجعلون أنفسكم خاضعين أذلاء للغير على طول الخط. أما منهجنا فهو منهج العزة والكرامة، من قدسه الإسلام يقدس ويحترم، من لم يقدسه الإسلام فلا قداسة له ولا احترام. خلاص، إحنا ميزاننا ميزان الشرع، إحنا أعلى من الغير، ما نخضع للغير. أنا ما مضطر لأن أقدس أبا بكر وعمر وهما ممن لم يقدسهما الإسلام، أنا لست مضطرا لاحترام عائشة والقرآن أهان عائشة في سورة التحريم، أنا لست مضطرا، أنا أعمل بالقرآن، أعمل بأحاديث رسول الله، بأحاديث أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أنا أعمل بمنهج الدين الشرعي، وأضرب تماما بعرض الجدار كل منهج آخر ولا أهتم. ها
هذا مقدس عند فئة من البشر، فئة منحرفة، أنا مو شأني أنه أنا أحترم هذا المقدس عنده، مو شأني.